شاتكرة نادي قنيطري، كرة ممتازة تجاه ألفا عمر سو. ألفا عمر سو كرة ممتازة جدا، والهدف الهدف بشكل ممتاز جدا. ألفا عمر سو قلت عنه أنه لاعب بخامة فنية محترمة جدا، توصل الكرة بشكل ممتاز. كان تردد لأحمد محمدينا، وألفا عمر سو يزرع حماس من نوع خاص في مدرجات الملعب البلد. بلال أسوفي لعب الكرة بشكل ممتاز في العمق الدفاعي، ضرب العمق الدفاعي للنهضة البركانية. أحمد محمدينا تردد في الخروج في الأول، قادر على أن يباغت في أي لحظة. الجولة الثانية، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله. جزاء ومامادو يضيع كذلك. كانت تمريرات ديال عمر الفصاو وبلال الصوفي، يعني ما انتظرش كثير وضع الكره في الرجل اليمنى، يسدد كره عرضيه غلطت الحارس خالد العسكري، وبالتالي هدف التعادل لفائده النادي القنيطري. تنطلق الهستيريا في مدرجات، وفرحه مستحقه لجماهير النادي القنيطري بهذا الهدف، هدف جميل. لاحظوا لانه الحل من الحلول امام النادي القنيطري هو التسديد، وبلال الصوفي من اللاعبين اللي كيمتازوا التسديد من خارج مربع العمليات يسجل هدف اول وسجل هدف اخر لحظات عمر هذه المقابله. ألفا عمر سو يسجل جول للنادي القنيطري نتيجه التعادل، ولو ان المقابله ما انتهتش، مازال ما انتهتش. لحظات حاسمه صراحه بواسطه السنغالي عمر الفصاو، يعني من نقطه الجزاء اكيد بعد اسقاط للاعب رضوان كروي. بهذا التعادل فريق الفتح الرباطي التعادل السادس يعني في الموسم والرابع بالميدان. عزيز ما باقي سلامي لحد الان، باقي ما لقاش النادي القنيطري. محاوله خطيره لفائده النادي القنيطري، دائما خطيره للنادي القنيطري. والهدف الاول، الهدف الاول لفائده فريق النادي القنيطري كان خطأ لدفاع فريق خبرة عناصر النادي القنيطري حاضرة في هذه المباراة. يعني النادي القنيطري وظف الخبرة ديالو وتمكن من تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق الوداد الرياضي الفاسي. كانت لا ترانزيسيون ديال فريق الوداد كانت جد بطيئة، لأنه العودة ديال الأطراف كانت ببطء، وبالتالي هذا هو العيب ديال ثلاثة ديال لاك سونترال، كيكونوا ممرات كبيرة.